خاو الحاجه اللي ريماركيتها لهنايا سيكو ورا الغروب ورا اللي تهبط الشمس الجزيره اللي هنايا ما نقدرش ندخلوا ليها باسكو والله غير شعور جميل جدا. I jump more than you. Hakuna matata Zanzibar. Hakuna matata Zanzibar. بعد ما كملنا الجولة تاعنا في ستون تاون وين اكتشفنا تاريخ جزيرة زنزبار وقمنا بزيارة العديد من الأماكن كما جزيرة السجن وسوق العبيد وكذلك مزرعة التوابل، راهو الحق الوقت باش نروح ونكتشفوا الجانب الآخر للجزيرة اللي فيه الشواطئ الساحرة والمياه النقية. قبل ما نبدأ ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب اللي راهو في الأسفل وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتوش مشتركين. خاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا في الفيديو اللي فات إلا ما شفتوش روحوا ضربوا طلا شوفوه، درنا سبايس تور، رحنا ضربنا دارة في المزرعة تاع التوابل، واليوم حشية ورا اللي كملنا المزرعة تاع التوابل رحنا ريحنا شوية ومن بعد قلعنا دوكا كريس طونوبيل هذه اللي راكم تشوفوا فيها هي راف فور تاع تويوتا، كريناها ب 18 دولار للنهار. الحاجة الغريبة هنايا في زنزبار ماشي غريبة بصح حنايا علينا غريبة هي أنك تسوق على اليمنى، انت على اليمنى في البورو على اليمنى وتسوق على اليسرى تاعك، على اليسرى تاع الطريق. مش عارف اسكو فهمتوني، مي كيما الانجليز، كيما يسوقوا هنايا كيما الانجليز، تما مع الاول باش ادابتي توالفت شويه هكا السوق هذه شويه صعيبه بزاف. الحاجه اللي تريماركوها هنايا في زنزبار كل ما غير تخرج من الطريق البرينسيبال هذيك تاع لوطوروت تاعها، ماشي لوطوروت هي، مي طريق برينسيبال، تصيب غير الحفر كيما دوكا انا فايتين باش نروحوا للدار اللي حنباتوا فيها اليوم. راهي محفره بزاف خاوتي، شغل لازم تمشي غير بشويه. اي فوالا الخبر، انا وصلنا للدار اللي راح نباتوا فيها اليوم، هذه الدار دوزيام من بعد اللي بتنا في ستون تاون. انا دوكا في نونغوي، هذه الدار كما قلت لكم شوفوا فيها هذا الشومبرا فيها هذه الكنابي، ومن بعد كي تروح منا كاين تواليت ودوش، ومن بعد كي نزيد تروح منا كاين هذا الكنابي هنا وهذا الكنابي هنا، شوفوا هذا كيفاش مخدوم، علامه شوفوا عجبتني العفسه. وهذه هي هذه الدار كليتها ب 27 دولار وحنايا رانا 3 اشخاص، تما استقامتنا حوالي 9 دولار للواحد، يعني واحد 200,000 190,000 للشخص الواحد، ماشي كاع حاجه. وبلاصه شابه، دوك نوريكم البالكون ثاني دقيقه تشوف نوريكم البالكون. فوالا كي تخرج منا فوالا على واش الطل، كاين بزاف الديور منا، ها وينا ديور الغاد والغاد منا، هاي وينا كاين وين تريح لهنايا. والبحر راهو بعيد بواحد 10 دقائق برك، يعني فور ذا برايس هذا في السعر هذا حاجه بلاصه شابه بزاف. خوا مرحبا بكم في البحار تاع نونغوي كما راكم تشوفوا، انا في البحر بون الشمس راهي مغطيه شويه على 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 لا في مش تبان بيان، بصح الرمله شوفوا شحال هنايا بيضاء تاعو شابه. الناس هما هنايا كاين هذو من القبائل الماساي دي بيتش بويز كما يقولوا لهم، راهم يجوا لكم لهنايا يبداو يقولوا لكم اسكو تشروا علينا دي برازلي، اسكو كما تشروا علينا، اللي حاب يشري يشري على كل حال، بصح لازم تنيغوسيو معاهم. سي سومثينغ سي سومثينغ تو كفر يا يو كان جامب يو كان جامب يا نايس نايس يا ذيس از لايك ذا ماساي ترايب رايت 1 2 3 يا ترى خاوتي صوت اكثر ولا لا؟ I jump more than you. Hakuna matata Zanzibar. Hakuna matata Zanzibar. Thank you so much. Yes. وشيت صوليم الغاد خاوتي. بابا راه فايت. والله شعور جميل الخاوة. عبد العظيم عبد العظيم مش طاش 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 اي 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 صباح الخير عليكم الخاوة من مغاربي هاوس. مغاربي هاوس هي البلاصة اللي بت فيها البارح، اللي وريتها لكم البارح، وريت لكم الداخل الاستوديو اللي بتنا فيه. ودوكا رانا رايحين ناكلوا بريكفاست تاعنا، فطور الصباح تاعنا، ومن بعد نروحوا معاهم مع مول هذه مغاربي هاوس اللي اسمه احمد يدينا، نروحوا نديروا الجولة تاع منيمبا ايلاند، نروحوا بالك نشوفوا الدلافين، ونروحوا نفطروا في وسط البحر، في وسط البحر نفطروا. دونك تبعوا الفيديو حتى التالي، تعيشوا المغامرة معايا، تعيشوا اللحظات معايا. Jambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Kenya yetu hakuna matata.
في طريقنا لجزيرة منامبا حبسنا باش نحوسوا على الدلافين، ومن حسن حظنا أننا شفناهم، ولكن للأسف ما حكمتهمش مليح بالفيديو. خاوة شوفوا الناس قاعدة من تحت، أنا طلعت الفوق لهنايا كيما كنتو تشوفوا. أنا ولد السيد من فرنسا، أنا رايحين هنايا الفوق. شوفوا شحال الله فيه شحال شابة مني. مش عارف شكلكم تسمعوا فيا باسكو الريح راهو بصح والله مانيفيك هايلة بزاف. خاوة هذه الجزيرة اللي هنايا ما نقدرش ندخلوا ليها باسكو بريفي، تاع كاش واحد يقولوا بلي تاع بيل جيت هو اللي شاريها هنايا، وكاين يقول لك ما على بالناش تعمل تما. هذه الجزيرة ما نقدرش نروحوا ليها، كيما راكم تشوفوا البابورات راهم من لهنايا كاع يحبسوا لهنايا يديروا سنوركلين. وين عبد العظيم من لهنا. خاوتي عرابة غنديرو في السنوركلين دوكا، والله غير شعور جميل جدا. اي واحد يجي هنا زنزيبا لازم يدير سنوركلين، واحد لافي راهي تحتها الحوت يزغد فوق بزاف. ويلكم تو زنزيبا. جامبو جامبو بوانا اباريكاني نزوري سانا واجيني وكاريبيشا كينيا يتو هاكونا ماتاتا. خاوة كما راكم تشوفو احنا هنا سنوركلين الحوت هكا كبير صغير ملون كاع تشوفو من تحت. الجولة هذي تخلصنا عليها 20 دولار، تقدر تسيبها ما بين 20-25 حتى 30 دولار. خاوة كما راكم تشوفو هذا هو الفطور تاعنا تاع اليوم، شوية سلاطة شوية روز شوية حوت طيبوه لهنايا مع لافي. هذه هي لافي، هي الصح خاوتي، الماكلة ما تهمش كي تكون كاينة لافي. شوفوا سبحان الله ما شاء الله. كذاب هاوين عبد العظيم، شو كذاب عندكم تحيه الماكلة خاوتي. عبد العظيم ياكل لهنايا. عبد العظيم كمل طبسي وانا مازال ما بديتش خاوتي، هاكا كاع باش نصور لكم ليكم. الخاوة مور ما وريت لكم البارح وين بتنا في مغاربي هاوس، اليوم ديسيدينا نباتوا في بلاصة واحدة أخرى في أوتيل شباب. أوتيل شباب على مغاربي هاوس اللي يكون غالي شوية، قال لك كل ما تزيد في البري كل ما تزيد في الشبوبية. رانا لوكا في زافا هوتيل. زافا هوتيل جاي سوا سوا على شط البحر. شوفوا هاك وين البحر الغاط، هاوين الأسم تاع زافا، وهاك وين البحر هذا ريستورون تاعهم، وهاك وين البحر غير هنايا شوية خطاوي تلحق. ديجا كي تخرج من شومبرتك تخرج بالحفا وديك تخرج تروح للبحر باش يحافظوا على النقاط تاع هذه البلاصة. كيما راكم تشوفوا كي تجي داخل للشومبرا لازم تغسل رجليك لهنايا بايزون، تغسلهم كيما هكذا ومن بعد تروح تدخل كيما هكذا فوالا وتروح لشومبرتك. هاني هنايا خالتي كيما راكم تشوفوا كاين كليماتيزر، كاين الرواح لهنايا، وين الفراش هم كاتبين لي لهنايا زافا، وكاين هنايا سرابط اللي تعوم بهم، يمدلوك سرابط تاع العومان تاع البحر وسرابط تاع اللي تمسح بهم. والحاجه الشابه كامل سيكو الباجاج تاعي الحق اليوم الحمد لله، ماغري مور 5 ايام من اللي راني نعوم راني ندور برك بحوايج القدم وشريت هذا الحوايج كما راكم تشوفوا هذه جديده. الحاجه اللي لازم تعرفوها سيكو هنايا في زنزيبار يخدموا بهذو لي بريز، ماشي بلي بريز كيما تاعنا. بون كاين هنايا تقدر تسيب كيما هذو لي بريز اللي يستعملوا مام تاعنا، بصح معظمهم في الديور اللي رحت ليهم تيبهم ما عندهمش، لازم تشري هذاك لادابتاتور. دونك هادي سيدي ندير اللقطه اللي دارها خوبي كي جا لهنايا لنفس هذا الاوتيل، نحسب بالخطاوي من الدار اللي راني فيها حتى للبحر. دوكا شوفوا الدار راهي ورايا، دوكا على حنا نحسبهم 1 2 3 4 13 15 16 17 22 23 34 32 43 44 45 ومرحبا بكم في البحر كما راكم تشوفوا. الناس قاع هنا يديروا في الاستجمام، لكن الشمس راهي الغال دوك تهبط منا ونشوفوا الغروب سوا سوا من زافا هوتيل اللي راني فيه دوكا. كل غاد بابورات والدعوه كاع راهي شابه كما راكم تشوفوا. خاوة الحاجه اللي روماركيتها لهنايا سيكو ورا الغروب ورا اللي تهبط الشمس يبقى دائما كاين الضوء، تبقى واحد بالك 40 دقيقه ولا هو الضوء كاين كما راكم تشوفوا هكا. شوفوا دوكا ديجا الغروب عنده بزاف، عنده بالك واحد 25 دقيقه من اللي غرب، بصح شوفوا اللي كولر شحال مازال. هاك عبد العظيم غادي يحوس على الكوكياج. العظيم اسكو لقيت الكوكياج؟ والله غير لقيت. لقيت. وتشوف شوف وريلهم واش تخافتي، وريلهم. شوفوا كيف يقولوا حصيلة اليوم. بيييي شحال شابة وري. بيييي خاوتي كيما راكم تشوفوا كوكياج تاع زنزيبار شباب. هذه نورمال. هذه نورمال كيما تاعنا. بيييي ليك مقسومة على زوج. سبحان الله سبحان الله مازال نزيدو. وهذه هي خالتي كما راكم تشوفوا. وهنايا الخاوة نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم اللي ان شاء الله يكون عجبكم وفاتكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناة اذا ما كنتوش مشتركين، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.